الصالحات بنعمته وفضله وتوفيقه تم بناء هذا الجامع المبارك فتح ابن سعيد الموصلي. بسم الله بالمكين وليس بالمكان حيث يعمر اولا بيوت الله ثم مرقد وضريح سيدنا الشيخ فتحي رضوان الله عليه. احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام هي السلام. كلام ان ياتي يا مولاي. تبارك الله تعالى بالمنفقين. اسمع منكم واقم صلاتك بعد واقم صلاتك وسيد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. افتتاح جامع الشيخ فتحي الموصلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، حيث هذا الجامع نالت يد الغدر والخيانه من قبل عصابات داعش الاجراميه، كما نالت كثير من المساجد التي فجرت وهدمت من قبل ابان سيطره عصابات داعش الاجراميه على مدينه الموصل. جزاهم الله خير الجزاء لكل من ساهم في اعاده اعمار هذا الجامع المبارك، حيث تم بنائه من قبل الحاج عصام حساوي والفريق العامل معهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. اليوم هذه رساله العالم أجمع ورسالة لداعش وأعوانها بأن هذا الجامع يعود بفضل الله عز وجل ثم بفضل أهل هذه المدينة الذين يرتبطون ارتباط روحي بهذا الجامع بهذا المرقد وهذه الشخصية العظيمة من شخصيات علماء المسلمين وأهل التصوف والعرفان. نبارك لأهل هذه المحافظة ولأهل الحدباء افتتاح هذا الصرح العظيم مرقد الشيخ فتحي ومسجد الشيخ فتحي، فنبارك لكم جميعا ولأنفسنا أولا، فحياكم الله وبكل الضيوف في هذا المكان المبارك. نحتفل هذا اليوم المبارك بافتتاح جامع الشيخ فتحي، هذا الصرح العظيم من صروحنا والتي نال منها داعش الإرهابي، ونحن فرحين جدا وشديد الفرح، ونشكر جميع الأخوة ونخص منهم بالذكر الشيخ عصام على قيامه بترميم هذا الصرح العظيم، هذا الصرح الذي أعطى للموصل دعما والذي له أهمية بارزة في مدينة الموصل.